خلينا ننتقل إلى محافظة حلب ونروح مع مبادرة شهيق زفير للعام الثالث على التوالي. تستمر المبادرة بطرح مشاريع إنسانية بتلامس كافة احتياجات الناس. خلينا نروح إلى توزيع حقائب وقرطاسية مع أطفال متلازمة الحب، ولا نحكي أكثر وبشكل موسع أكثر عن المبادرة وعن الفعاليات يلي عم تصير ضمن دراسة خطط أكيد ملموسة على أرض الواقع ضمن احتياجات المجتمع. بصرنا نرحب عبر الهاتف بالسيد محمد منتصر كيالي، مؤسس مبادرة شهيق زفير. صباح الخير. صباح الخير من حلب. كيفك أستاذ؟ الله يسلمك يا هلا، صباح النور. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. قبل ما نحكي عن الفعالية والمبادرات اللي عم تقوموا فيها على الأرض وعم تحضروا لها بالمستقبل، خلينا نعطي تعريف بسيط عن مبادرتكم. أنتم كيف بلشتوا وكيف اشتغلتوا على الأرض؟ وبنبلش نحكي عن المبادرات اللي عم تقوموا فيها. أكيد. هلا نحن بلشنا تقريبا من 3 سنوات، كنا شغالين على موضوع دعم المريض الكورونا، بيدعموا بالاسوانات وبعده فعاليات وهالخصوص بالذات. ضلينا تقريبا شي فتره عم اشتغل، حتى الحمد لله نوعا ما الجائحه رح تخلص بفتره معينه، فبلشنا نشتغل على نقاط ثانيه. هي موضوع اني مبادرات صغيره تعطي دعم للمجتمع، تعطي دعم للمواطن. من ضمن المبادرات اللي اشتغلنا عليها نحن دفتر وقلم، اشتغلنا على كمامة وطفل، اشتغلنا على الإسعاف المحلي للطلاب الطب، اشتغلنا على موضوع الدعم الموسيقي أو دعم فني للدعم سوري دعم دعم للمرضى نوعا ما بيدعمهم من طريق الموسيقى. عدة شغلات كنا موجودين فيها نحن. تمام. وفي كثير فعاليات، هي فرحة الطفل كمان، وفي عنا استفدنا من كثير شغلات نحن، حاولنا نكون نحن موجودين على الواقع وعلى الأرض. نعم. يعني استاذ محمد، خلينا هيك يعني نتعمق اكثر بفعاليه يمكن توزيع قرطاسيه واحتياجات مدرسيه لشباب وصبايا متلازمه الحب. اليوم يمكن هن اللي عم يعطونا القوه، هن عم يعطونا الضحكه والحنان لانه بمشاعر صادقه. خلينا نحكي عن هي المبادره، قديش العدد يلي نحن قدرنا نلبيه والاحتياجات اللي وصلتنا وقدرنا نأمنها على أرض الواقع؟ هلا نحن أكيد الأطفال الموجودين كانوا معنا تقريبا بحدود شيء 70 طفل ل 80 طفل تقريبا. نحن كنا حاطين ببالنا 400 طفل 400 حقيبة نوزعها للأطفال. بتعرفي أنت غير موجود موجود فينا يعني، وأكيد الأيد البيضاء موجودة بكل لحظة وبكل مفصل موجود معنا نحن. فحاولنا نحن نعمل شيء معين. للسنة الثالثة دفتر وقلم كانت موجودة على الواقع. كنا موجودين بأحد المولات بحلب واشتغلنا على موضوع إعطائهم حقائب وقرطاسية وإلى آخره، بالإضافة لموضوع دمجهم مع الأطفال الآخرين. فكنا موجودين وكان الفعالية كثير كانت حلوة، كان نوعا ما جيدة وكانت على مستوى. نحن عم نشتغل على نقطة كثير مهمة، هي دمجهم مع المجتمع العادي، مجتمع الأطفال العاديين. صحيح. فهذا الموضوع كثير مهم، وان شاء الله في عندنا افكار بالمستقبل حنكون يعني عم نشتغل عليها واقعيين نحن اذا الله اراد. تماما. وانت الفكره الحلوه كثير هي، ونحن تقريبا مو بس هالفتره بالذات اشتغلنا على موضوع مثل جيم داون، نحن صار لنا تقريبا سنتين عم نشتغل على الموضوع بالذات بفعاليات معينه بنقاط معينه بدعمهم باي شيء، لانه هو بصراحه هذا الطفل ما له ذنب، يعني هو بالاخير هو شخص بريء من جوا، نظيف من جوا، في عنده شيء حلو من جوا، عم بحاول يعطي هذا الشيء، فاحنا ليش ما نستثمره؟ رح نستثمره لشيء صح مضبوط نوعا ما. وان شاء الله انا يا رب نكون احنا قد هالحمل هذا، لاني فعلا هن بيستاهلوا واحد يدعمهم، بيستاهلوا واحد يشتغل معهم، بيستاهلوا نوعا ما ان يعطيهم قوه اكثر واكثر. تماما. أكيد، يعطيكم ألف عافية. ومثل ما قلت إلى أثر كتير كبير على أرض الواقع، أهمية دمج أطفال متلازمة الحب بالمجتمع له أثر كبير على نفسيتهم أيضا. والمعروف عنكم بشهيق زفير، مع كل نفس جديد لأي حدث بيكون على الأرض لازم تكونوا فينا نقول متواجدين، يعني بكل حدث على الأرض لازم يكون في عندكم مبادرة، بتكونوا على الأرض عم تساعدوا الناس. خلينا نحكي عن أهمية وجودكم مع كل حدث على الأرض بيكون موجود. يعني لما نقول افتتاح المدارس لازم تكونوا عم تحضروا لفعالية. تمام. شفناكم لما انتشار فيروس كورونا كنتوا موجودين بأي فعالية بالعيد، نشاطات على أرض الواقع. هلا أكيد خلينا نقول نحن إذا ما كنا نحن ك
مبادرات فعالة على الأرض، مبادرات صحيح. نحن أكيد موجودين. لأني شوف الشغلة، الفكرة تبلش من نقطة معينة. ليش ما احنا نستثمرها صح؟ انا بدي كل الناس اللي عندهم قوة، عندهم إرادة، يشتغلوا بشيء لدعم المجتمع. فكنا نحن موجودين بكيف كثير نقاط، كثير شغلات حساسة كانت موجودة، سواء مثلا خلينا نقول دفتر وقلم او كمامة طفل، او حتى دعم النفسي للأطفال او دعم النفسي للمرضى. فترة من فترات نحن اشتغلنا على موضوع دعم النفسي للمرضى عن طريق علاج عن طريق موسيقى. في كثير ناس انتقدوني بالموضوع هذا بالذات، بس انا متاكد انا في دول الجوار موجود هذا الشيء بصراحة، موجود دول الجوار وكان له دور فاعل كثير. فخلينا نحن نكون نحن واقعين على الارض، ونكون نحن شغالين بطريقه صح واسس صحيحه. وبدعي ان اي حدا عنده قدره وعنده شيء معين ينضم لنا، او يكون هو يعمل شيء جديد للمجتمع. لاني مثل ما بتعرفي انت، المجتمع بلش بخطوه وحده، واذا نحن الشباب اللي ما اشتغلوا نحن اكيد ما نشتغل شيء صح مثل عادي. تمام. بالختام خلينا هيك نحكي مع حضرتك من بعد هالمبادرة توزيع القرطاسية، شو عنا مبادرات جديدة يد الخير يلي عم تعاونكم والمجموعة يلي عم تتعاونوا معها بتنفيذ المبادرات أيضا؟ هل عم تزيد أعدادها من مبادرة لمبادرة من عام إلى عام، ومشاريعكم القادمة بالختام؟ هلا انا مش بس هيك نقطة صغيرة، حابب اتشكر الايادي البيضاء اللي دعمتني. يعني لولا الايادي البيضاء واللي موجودة معي هلا بالفترة هي، انا اكيد ما كنت استمر. انا بقول شغله بس، الخير موجود نابع من بلدنا سوريا بالذات، وبالتحديد من حلب اللي هن اشتغل اللي هن دعموني. اللي ظلمت الحرب بالفترة هي بالذات، بس ما غير معي معدن الاصلي. قال لي سوريا ذهب، والذهب بحياتي ما بتغير صراحة. طموحنا كبير، حلمنا كبير نحن. والمسعى بكل طاقاتنا نساعد نتوسع قدام صعوبات كثيرة، واثقين ان بعملنا نحن بعد ودعوات الناس الموجوده معنا رح نكون موجودين بالوقت المناسب. بشويه دعم رح نوصل على المعجزات باذن الله. انا في عندي شغله كثير مهمه حابب اطرحها، وبتمنى كل الناس اللي مهتمين بالموضوع يشتغلوا عليها. نحن عم نفكر بموضوع كافيه، مثل كافيه لازمه الحب نوعا ما، مثل موجوده بالشام عندكم اسمها سوسي. صحيح. مؤسسة الجذور هي اللي لكل احترام بهلا بالخصوص بالذات، حابين نعمل شيء بحلب نحن. حابين ان شاء الله نعمل شيء معين للاطفال هذول، ادخالهم لسوق العمل ويكونوا هن ناس ايجابيين بدعم المجتمع. بس انا عندي فكره واحده صغيره، الطفل هذا مو ذنبه، هذا ما اسمه منغولي، هذا اسمه متلازمه الحب. لازم هذا الشيء نحن نعرفه، لاني بيني وبينك هن ما له ذنب. فنحن عم نحاول نحن نكون موجودين معهم بظروف معينه، بكثير شغلات كل عن الواقع نحن. بس بدنا نحن نفكر لقدام شوي مشان موضوع انشاء هالموضوع بالذات عليه، لموضوع مثل الكافيه يكون هن شغالين فيها ونحن نكون موجودين معهم بمساعدتهم. تمام. وان شاء الله يا رب مستمرين. وبتشكر الايادي البيضاء اللي ساعدتني باي شيء، بتشكر اي حدا قدم لي دعم، لاني لولا هن انا ما كنت موجود. وصباح الخير. نعم. يعني بالختام شكرا كثير لحضرتك استاذ محمد، وبدنا نتشكرك ونتشكر كل الفريق، فريق شهيق وزفير. اكيد موفقين بخطواتكم اللي جايه، وعام جديد ان شاء الله موفقين بخطواتكم ولطلابنا بمتلازمه الحب كمان، ان شاء الله عام خير عليهم كلهم. شكرا كثير لك، كنت معنا من حلب، تحيتنا لكم. صباح الخير. شكرا.